طابت أوقاتكم. مخاوف من احتمالية نشوب قتال بين القوات الاتحادية والبشمركة وجهود سياسية لحل الأزمة، برأيك إلى أين ستتجه الأمور؟ زين عزيز أحمد، الكل يقول إن الكرد يعيشون من ميزانية الدولة، إذا نحن عبء على الحكومة، وإذا كنا عبئا فلماذا هذا الإصرار على بقائنا معكم؟ وباعتقادي لن يرتاح العراق إلا بعد انفصال كردستان. حيدر الأسدي، ليس من مصلحة أي مكون أو حزب قومية أو قومية إشعال فتيل الحرب، لأن كل سكان العراق إخوة والرابح فيهم خسران. سوف يخسر الكردي بقتل أخاه العربي والعربي بقتل أخيه الكردي. يا ترى من أجل ماذا السيطرة والهيمنة على كردستان تحكم مناطقها والعرب يحكمون مناطقهم؟ نور علي، الحرب لا غالب فيها، فقط الفقراء يضحون ويسجل التاريخ أسماء ساسة ومسؤولين. مساكين الشعوب دوما يخسرون عليهم بشعارات، يسخرون عليهم بشعارات ويسلبون منهم حياتهم وحياة أبنائهم. محمد الشيخ، لي يبقى الحال على ما هو عليه، لا حرب ولا سلم، كالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي، والخاسر الوحيد نحن. محمد المياحي، لا نريد إراقة دماء بعد، يكفي داعش قتل ما قتل، يجب اللجوء للحوار والتفاهم، لأن شبابنا تعبت من الحروب وهذا من مصلحة الأعداء والتفرج على العراق. أخيرا علي هين، الحرب ليست في مصلحة أحد، ستنتهي المناورة وجس النبض والعودة، ولكن يجب خلق مبرر. قد يعتقد البعض أنه يعرف الكثير عن ما موجود من تنوع ثقافي وديني في العراق وما يحتويه من أقلية دينية. في فيديو اليوم سنتعرف على أبو غزوان من الديانة البهائية التي تعد من أقليات العراق، من خلال تطوعه في حملات إنسانية لمساعدة المواهب الفنية تمكن من خلالها بالتعريف بديانته. حملة إرفع صوتك كانت معه. نعمل ونخدم ونتلاحم مع بعض لخدمة الفقراء ولخدمة الأيتام، وهي موجودين في العراق منذ تأسيس الديانة البهائية 175 سنة، وجميعنا هنا نعيش بسلام ومحبة مع أخواننا من الأديان الأخرى ومن القوميات الأخرى. احنا نتمنى من شعبنا ومن أحبتنا اللي يحيطون حوله ومن الجيران أن يتفهمون بصورة أكثر ما نقوم به نحن البهائيون من خدمة لمحلتنا ولمجتمعنا ولوطننا، حتى نوصل إلى أجمل هدف في العالم، وهو وحدة العالم الإنساني.